مختلفة بكتير عن الكورة، بتبسطك وتقدر تبسط بيها حد تاني. اتعلمته عن طريق اليوتيوب. اللعبة خالص مش مكلفة خالص، كورة وكوتش تعرف تتمرن بيه. اغلب فري ستايلرز لما بيجي يتجمعوا او يتمرنوا في اي حته بيبقى في الشارع فري ستايل، انا ما فيش حد بيوجهني، انا اللي ببقى عامل كل حاجه لنفسي. والله تخين رفيع صغير كبير ولد بنت مش تفرق كتير، هي الفكره كلها في التمرين وتديها حقها في التمرين. اول حاجه انصحه بيها ان هو يتعلم البيسكس، واول حاجه خالص ان هو يبقى يظبط الكنترول بتاعه. مفيده مش وحشه.